معكم الخوت، معكم اس ام في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على هاد ايكولينك برافو. الاخ هشام غادي يفسر لكم هاد ايكولينك برافو بالنسبه للناس اللي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لهذا المنتوج الحمد لله كنحسوا به رائع جيد بالنسبه للاسواق وبالنسبه للدرويش. الحمد لله زين، كيتراوح الثمن ديالو ما بين 150 درهم حتى 140 درهم، وكنعمرو كما كتلاحظوا برافو مزيان. ايكولينك كيحتوي على هذا الجهاز كما كتشوفوا، ومعه هذا الريموت كنترول مع جوج بطاريات والعين ديالو والكابلي والشارجور. الحمد لله منتوج جيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونزيدكم حاجه، هذا الريسبتور راه يخدم لك ال سي دي والليد، ويخدم حتى التلفازه عاديه، وكاليتي ديالو زوينه في الصوره. وتبارك الله عليكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وخاصية اخرى الاخوان اللي تذكرت انهم فيهم اليوتيوب، يعني كتقدر تتفرج حتى في اليوتيوب، مي شرط اللي الشرط اللي مطلوب منك هو انك تشري كلي ويفي، والكلي ويفي تقريبا تدير 50 درهم، لا غلات كاع 60 درهم، كتركبها ومن بعد كتدخل اليوتيوب وكتتفرج على شي تروشير شي عارف اي حاجه بغيتها كتجبدها، يعني مزيانه بحال كترجع لك التلفازه زعما سمارت يعني خدامه. و اذاعات كتفرج فيهم عادي، هذوك راك عم تابع البارابول. ونتمنى هاد الريسيبتور يعجبكم وتبارك الله عليكم، وراه تديروا نتا عمر التلفازه وما تيبانش كاع، تخدموا بلا اش دي ام، يعني الكاليتي ديال الصوره ديالو يعني زوينه. تبارك الله عليكم، نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالاشتراك وتابوناو عندنا باش يوصل عندكم دائما الجديد. وتبارك الله عليكم.